سامح عاشور نقيب المحامين، الدورة الثانية لمعهد المحاماة بطنطا المنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة في 17 من ديسمبر الجاري، وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري. في حضور أعضاء من مجلس النقابة العامة للمحامين ونقيب الفرعية وأعضاء مجلسه وشيوخ وشباب محامي طنطا، اسمحوا لي أن أرحب بضيوف المنصة الكرام، الأستاذ سامح عاشور النقيب العام لرئيس اتحاد المحامين العام، أستاذ يحيى التوني أمين صندوق النقابة العامة، الأستاذ مجدي سخا وكيل مجلس النقابة العامة، الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة وعضو المكتب الدائم، الأستاذ ماجد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة، الأستاذ ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة، الأستاذ محمد الجسار عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ صلاح مكرم، والأستاذ محمد الصيام. وفي بداية الحفل ألقى نقيب محامي طنطا كلمة أكد خلالها دور شباب المحامين ومعهد المحاماة في الارتقاء بالمهنة. أرجو أن نقدم للشباب، أرجو أن نقدم النفس التي تضحي بالوقت وبالمال وبكل شيء حتى نقدم إليكم الخدمات المتنوعة في أمور صحيحة. أرجو أنا أولا والنقابة العامة وكل أعضاء الحاضرون أن نقدم إليكم المزيد. وفي كلمته أكد عاشور أن ترسيخ أداب وتقاليد المهنة هو الهدف الرئيسي لمعهد المحاماة. المحامي اللي بيستهتر بطلبنا في أنك تبقى ملتزم بالزي بالبدلة كاملة في تعاملاتك مش فاهم يعني إيه محاماة، مش فاهم أن المحامي لا يقل شأناً ولا قيمة ولا قامة عن القاضي أو وكيل النيابة، والمحامي اللي يشعر أنه هو أقل من وكيل النيابة أو من القاضي ما هوش قدير يبقى في صفوف المحامين وعليه أن يغادرنا. وأشار نقيب المحامين إلى أن عوائد ترقية الجداول تسببت في الزيادة المقررة في ملف المعاش ومشروع العلاج. إحنا مش بس إحنا لما نتكلم على زيادة الموارد راحت فين؟ لا راحت في أماكنها، كل المعاشات القديمة والأداء، لأنه ده ما فيهوش دعاية يعني لا بتاع الانتخابات بيتكلم فيها ولا هو اصلا له صوت من المستفيدين، لكن المعاشات زادت القديمه كلها. وقال النقيب العام ان الدستور اكد على دور المحاماه في كفاله حق الدفاع والحمايه التي يتمتع بها المحامي. النص ده لسه ما ترجمش في قانون الاجراءات الجنائيه، بس عشان الناس ما تتصورش احنا بنتكلم خيال علمي، ده الدستور يبلغ كل مقبوض عليه باسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بزويه ومحاميه ولا يبدأ معه التحقيق، ده الدستور، إلا بحضور محامي ولا يحل المحكمة ولا يحاكم أمام محكمة الجنع إلا بحضور محامي. هذا الانقلاب الدستوري اللي حدث، هذه الثورة الدستورية اللي حدثت في كفالة حق الدفاع وفي ايضا ضمان اشتغال المحاماه والمحامين، ده ايضا غير مسبوق. وتطرق عاشور الى ملف الخصومه داخل مجلس النقابه الفرعيه معلنا عن انهاء هذا الملف بين اطرافه. ليس لدينا رفاهيه القسمه في النقابات الفرعيه، لذلك انا اعلن انني اتحمل الان من الان مسؤوليه فض الملف الخصومة القائمة في مجلس النقابة الفرعية في طنطا.
وعن الشأن العربي، شدد عاشور على أن رؤية النقابة للصراع العربي الإسرائيلي إنه ليس صراع حدود، إنما صراع وجود وبقاء. إحنا في نقابة المحامين لنا خطاب تاني خالص مختلف، لأن إحنا فاهمين القضية صح. إحنا فاهمين إنه خصومتنا وعداوتنا مع الصهيونية بقاء ووجود، إما نحن وإما هم، مفيش فصال في هذا الأمر، مفيش فصال. كرم نقيب المحامين خلال الاحتفال شيوخ المهنة والنقباء السابقين بمحافظة الغربية. لا أنا عايزكم تحيوا مجلس نقابة المحامين في الغربية. أشاد محامي طنطا بدور النقيب العام سامح عاشور في تفعيل معهد المحاماة. فالنهاردة معهد المحاماة أنا بقول لا غناء عنه إطلاقا، معهد المحاماة لابد من تأكيده وتطويره بصفة مستمرة، سواء فكريا أو سواء دراسيا، عشان أهل المحامي بصورة محترمة تليق به لما يمثل أمام القضاء. إحنا بنشكر معالي النقيب سامح عاشور لهذا الإنجاز العظيم اللي كل يوم بيطلع إنجاز جديد غير موضوع تنقيط جدول المحاماة. راجل قال كل اللي المستحيلات اللي محدش قدر يعملها في جميع السنوات السابقة عملها سامح عاشور في تنقيط جدول. إن شاء الله عندنا استعدادات مشددة، تعليمات النقيب العام الأستاذ سامح عاشور، تعليمات مباشرة معهد المحاماة، الدراسة تغير خالص فيه، الشكل فيه، الحضور هيبقى أشد، عشان كان عندنا المعهد الدورة الأولى كان فيها بعض المشاكل، بس الحمد لله الدورة الثانية المحاضرين أساتذة جامعة رؤساء محاكم رؤساء وحدات، إن شاء الله يبقى عندنا نظام دراسي مختلف على 6 شهور، بحيث إن احنا نخرج فعلا جيل كمان 6 شهور نقدر نقول لمعهد محامين طنطا معهد رائد في المجال. إن شاء الله سيكون هناك نظام جديد بخلاف الدورة الأولى، وفي تنسيق مع النقيب العام باستدعاء أكثر من قاضي يشرح كيفية الترافع أمام المنصة وكيفية الضوابط لاحترام المنصة واحترام المحامي لذاته واللبس اللائق للمحامي. والحقيقة النقيب العام كان له دور كبير في دعم هذا المعهد والدارسين فيه والقائمين على إدارة هذا المعهد، وأنا برجو من زملائنا المحامين الشبان يحرصوا على حضور هذه المحاضرات ويسمعوا ويتعلموا كيفية المرافعة. معهد المحاماة ودي فكرة للأستاذ النقيب سامح عاشور واللي بدأ بيها، وإحنا نتمنى إنها تستمر وإنها تفضل على طول، لأن تمرين المحامي ده شيء أساسي، محامي لازم يتعلم. احنا بنطلع من الكلية ما نعرفش حاجة عن قانون المرافعات ولا عن المحكمة ولا عن اي حاجة، انما المعهد هيرسينا.